بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. عاصفة وزير التموين الجديد واخطاء كتيرة بالجملة اكتشفها بعد الوزير السابق دكتور علي المصلحي. ليه كانوا يسموه وزير المعاشات؟ الكلمة اتقالت امام مجلس النواب وما فهمناش ايه القصة. اقول لحضراتكم دلوقتي على الاخطاء اللي لقاها الدكتور شريف فاروق في الوزارة، وازاي قدر يتعامل معاها بمنتهى الحسم، وازاي خلال الايام اللي جايه هيحسن حياه المواطن من خلال البطاقه التموينيه. هيدي لحضرتك مبلغ نقدي محترم جدا، وكمان خلال الايام اللي جايه هيكون في فئات كتيره جدا هيتم استبعادها من بطاقات التموين كانت موجوده بمحسوبيه او غير محسوبيه، ولكن هي البطاقات كانت موجوده وما كانش في حاجه اسمها تنقية البطاقات. الوزير الجديد عشان حضراتكم تكونوا عارفين تخصصه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه الكوارث اللي لقاها وزير التموين الجديد دكتور شريف فاروق، وعمل ايه وتعامل معاها ازاي عشان تعرفوا ايه اللي كان بيحصل في وزارة التموين. هنتكلم مع بعض في كل التفاصيل دي، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. وزير التموين الجديد دكتور شريف فاروق اول يوم ليه كأول كان اول يوم عمل ليه يوم تولي الوزارة الجديدة، قدر يتسلم تسلم من الدكتور علي المصلحي. تمت عملية التسليم والتسلم بطريقة هادئة جدا، وده اللي أعلنه الدكتور شريف فاروق. كتير جدا كنا بنسمع من مجلس النواب، وبالذات في الجلسة اللي تمت إذاعتها والدنيا كلها اتفرجت عليها، يوم ما كانوا بيهاجموا الوزير قالوا له أنت وزير معاشات، ما فهمناش إيه القصة ساعتها، ولكن دلوقتي بدأت تتكشف الأمور أكتر. ومجرد ما دخل دكتور شريف فاروق الوزير لمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة اتخذ مجموعة من القرارات بدأنا نفهم منها ايه الحكاية. خلي بال حضراتكم بعد ما اقول لحضراتكم ايه اللي حصل بالظبط، هقول لحضراتكم دلوقتي على الاجراءات الجديدة اللي هيتخذها وزير التموين علشان خاطر تحسن من حياتك ايه المعيشية، ويكون عندك فرصة جديدة لانك تحصل على دعم جديد من الدولة، غير اللي كان خالص وغير اللي فات خالص وغير الوزارة القديمة خالص. الحقيقة لو تم تطبيقها هتحسن من حياتك المعيشية كتير جدا جدا، لانه المبلغ بصراحة مبلغ محترم جدا وتاخده بطريقة آدمية ومحترمة جدا. تعالوا بقى نشوف ايه الحكاية. بعد ما تولى الوزير الدكتور شريف فاروق دخل لمكتبه بدأ بإيه؟ بمجموعة من الإقالات. إيه ده؟ ليه بيقيل الناس؟ بدأ يتم الإقالة لكل من تخطى سن الستين. هتقولي هو في حد في الوزارة شغال سن ستين؟ هقول لحضرتك في ستين، في سبعين، في 78 سنة وتمانين سنة. بجد؟ أيوة بجد. كان في مجموعة كبيرة جدا من الشخصيات ومنهم حد معروف جدا، وده كان رئيس الهيئة المركزية أو الهيئة الهندسية المركزية لمكتب الوزير، وده تم المد ليه أكتر من مرتين وبلغ مرتبه لأكتر من 35,000 جنيه شهريا، وكان بيقوم بثلاث وظائف أكتر من وظيفة وظيفة أخرى في أماكن أخرى كلها بتتبع لوزارة التموين والتجارة الداخلية. يعني شخص واحد بيتولى ثلاث مناصب ومنصبه ده يعني إلى حد ما بيكون مقرب جدا من الوزير. بعد كده عميد مشهور جدا، نائب جهاز تنمية التجارة الداخلية والقائم بأعمال الجهاز خلفا للدكتور إبراهيم العشماوي، وبرضه ده تتخطى سن المعاش من 10 سنوات. كمان تم إعفاء مستشار الوزير لهيئة السلع التموينية واللي تخطى سن 65 سنة، كمان مستشار وزير الصوامع اللي برضه تخطى سن 65 سنة، وصل حتى 71 سنة، لسه موجود لحد دلوقتي، كان لسه موجود لحد دلوقتي في الوزارة. كان في موظف هو أحد المستشارين عمره تخطى 80 عام. في ناس كانت موجودة في الوزارة من سن الثمانينات ومن سن التسعينات والسبعينات، متخيلين الموضوع؟ أيوة كانت الناس دي موجودة، علشان كده تم إطلاق كلمة وزير المعاشات عليه. هنا الوزير الجديد دكتور شريف فاروق بيقول لحضرتك إنه لأ، خلال الأيام اللي جاية هتكون التعيينات فقط للكفاءات من الشباب، حط تحت كلمة الشباب ألف خط. كان عندنا ناس كتيرة جدا جدا المفروض يعني موجودة في مصر، هي أكفأ من، مش أكفأ من الناس دي، مقصودش إنه أكفأ ولا حاجة، الناس دي ناس كبيرة في السن مش هنقدر نغلط فيهم ولا أي شيء، ولكن لا اديت كتير والمفروض حضرتك بقى تكون في مكان تاني ويكون غيرك في مكانك علشان خاطر هو عنده طاقة أكتر أو يقدر يدي أكتر، وده اللي قاله وزير التموين الجديد. وتم تعيين كفاءات جديدة من الشباب.
بعد كده تنقية البطاقات. ايه حكاية تنقية البطاقات؟ عايزة اقول لحضرتك ان وزير التموين ده ما تمش اختياره عادي كده، ده تخصصه كله في الادارات المصرفية، ويشتغل في شركات كبيرة جدا من شركات تداول الاوراق المالية، وكان رئيس لاحد البنوك. هتقولي كان المفروض يروح وزير مالية، هقول لحضرتك لا، الموضوع هنا بيتطلب حد بيفهم في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ليه؟ علشان خاطر تنقية البطاقات الكترونيا، يعني انه مجموعة 5 وزارات هيندمجوا مع بعض علشان خاطر يتم تنقية البطاقات ويشوف مين اللي يستحق الدعم. كانت مشكلة او المشكلة الفساد الموجودة في وزارة التموين من سنوات طويلة، كانت سببها انه مفيش تنقية للبطاقات، الكل بياخد في الدعم، كله موجود، واللي معاه واللي معهوش، واللي معاه فلوس كتيرة جدا، وحضراتكم عارفين في ناس كتيرة جدا جدا دخلها بيتخطى مبالغ كبيرة، عندها فيلل وعندها عمارات وبتاخد في الدعم ابو 50 جنيه. لا، هو هنا يقصد ان اللي محتاج الدعم فقط هو اللي هيبدأ ياخده. بدأ يتم استبعاد مجموعة كبيرة جدا كمان من البطاقات، تم تنقية لحد دلوقتي تنقية حوالي 200 مليون، ولسه في كتير جدا جاي في الفترة اللي جاية. خلال الفترة اللي جاية ناس كتيرة جدا من الناس اللي ما كانتش تستحق يروح يحط البطاقة يلاقيها أصلا مش شغالة، تم إلغائها. مش بس البطاقات اللي مش بس الفئات اللي قلت لحضراتكم عليها في الفيديو الماضي اللي هم الـ7 فئات الفيديو ده، لا، في بطاقات تانية كتيرة جدا هيتم إلغائها. زي مين؟ زي اللي عنده حيازة أرض زراعية لـ10 أفدنة، وده شيء طبيعي جدا، يعني السيارة من سنة 18 2018 حتى 2024، يعني الإصدار من 2018 ل 2024 ايا كان نوع السياره. فاتوره الكهرباء لو جت لحضرتك 800 جنيه او لو فاتوره الموبايل جت لحضرتك 800 جنيه، لو كانت مصاريف المدارس لحد من الولاد للطفل الواحد 30,000 جنيه في احد المدارس، يعني المدارس الانترناشونال طبعا، في حاله السفر لمده 6 شهور، وده الشيء الوحيد اللي ممكن حضرتك ترجع فيه للبطاقه، يعني دي الحاله الوحيده اللي اقدر ارجع للبطاقه تاني، انه حضرتك بتقدم ورق بالاختام اللي حضرتك دخلت وخرجت بيها من البلد، وانه خلاص حضرتك موجود حاليا في مصر، فبترجع للدعم تاني عادي مفيش مشكله. شاغلي الوظائف العليا اللي بيتقاضوا 9,600 جنيه. هي دي الناس اللي هيتم خصمها تاني خلال الايام اللي جايه. بيعمل ليه كده الوزير؟ هو ايه اللي هيحصل بالظبط؟ وهيشيل الناس دي وبعدين؟ يشيل الناس دي ويبدأ يوصل الدعم المستحقين في صورة كارت نقدي. ايه هي حكاية منظومة الكارت النقدي؟ منظومة الكارت النقدي هي كارت نقدي مشحون، زيه زي الفيزا بتاعت حضرتك بالظبط. هتسلم الكارت بتاع بطاقة التموين اللي هو الأخضر ده وتاخد الكارت المشحون، دي فيزا. كام هيكون في الفيزا؟ زي ما سمعنا من المستشار محمد الحمصاني متحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء يوم ما تم تحريك سعر رغيف العيش، ما ادلناش مثل، لا، قال رقم، الرقم ده كان 1000 جنيه لكل بطاقة لكل فرد مقيد على البطاقة، وقال انه لو في أسرة مكونة من 5 أفراد تاخد 5,000 جنيه، يعني هنا ما كانش بيقصد انه الـ1000 جنيه للبطاقة، يعني مش 1000 جنيه على البطاقة كلها، لا، ده 1000 جنيه على الفرد الواحد، ولكن هنا بقى حضرتك هتاخد الكارت ده هنا تقدر تشتري بيه، ويقدر هيكون موجود البطاقات، المفروض الماكينات اللي هم هينزلوها زي ماكينات البي او اس هتكون موجوده في كل المحلات، حضرتك تقدر تشتري من اي سوبر ماركت، من اي هايبر، من اي محلات السلاسل التجاريه، من اي مكان هتلاقي الماكينه دي الكارت بتاع حضرتك المشحون ده هيشتغل فيها. الكارت المشحون او منظومه الكارت المشحون في تحويل الدعم العيني لدعم نقدي. ساعتها بقى حضرتك هتاخد العيش بتمنه، برضو المنتجات او السلع الغذائيه هتكون بتمنها، ولكن حاجه بجوده عاليه. الحاجه اللي بعد كده والفكره اللي بعد كده وهو حكايه نقاط الخبز. بيقول لحضرتك انه انت هنا ليك 150 رغيف في بطاقه التموين، كل فرد بياخد 150 رغيف، حضرتك بتروح تستلم منهم مثلا 50 60 70، بيتبقى ليك جزء، الجزء ده حضرتك بتروح تستبدله في حاجة اسمها فرق نقاط الخبز. حضرتك بقى كل رغيف حضرتك هتوفره دلوقتي هيتحاسب عليه بـ20 قرش بدلا من 10 قروش. هتقولي هو كده بيوفر للوزارة؟ ولا حضرتك ايوه طبعا، لانه الرغيف اللي حضرتك بتهدره ده بيتكلف جنيه وعشرين قرش، انت بتدفع منه 20 قرش، طب لما يديك 10 قروش كمان وتوفر له رغيف يبقى انت وفرت له 90 قرش. يبقى طبعا ده توفير محترم جدا جدا من الوزير للوزارة. بتمنى كده ان يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لاي حد من حضراتكم قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومه واحده، وبنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومه واحده يا ريت ما تنسوش اضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. ان شاء الله على خير، هنتقابل في فيديو جديد، في امان الله.